مدينة الثقافة ما أدراك بمدينة الثقافة. أونفان باش تدشن مدينة الثقافة الأكيد أنها مكسب وطني هام لكل الفنانين والمبدعين التونسيين ولينا احنا زيدا الصحفيين المختصين في الشأن الثقافي على خاطر من شأنها أنها باش تسهلنا عملنا في تغطية مختلف التظاهرات الفنية والثقافية. الأكيد أنه من شأنها أنها تكون محرك فاعل في تنشيط المشهد الثقافي التونسي، كذلك الأكيد أنها باش تكون منارة، نتمنى أنها تكون جامعة لكل الفنون ومنفتحة على كل أشكال التعبير. نتمنى زيد أنها تلم شمل الفنانين وتفتح أبوابها لكل الفنانين والمبدعين دون استثناء وتكون فضاء أرحب للإبداع. ريم حمزة، جورناليست من مجازين أفان بريمير.